بسم الله، السلام عليكم. معك كيمياء محمد، الكاتب منسق الحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وعضو المكتب التنفيذي للحزب. واليوم انتخبتوا بإجماع من طرف المنخرطين والمنخرطات ككاتب إقليمي للحزب. أنا أتحمل جميع المسؤوليات هذا الحزب هذا إن شاء الله من أجل الناظور، من أجل النساء الناظور، من أجل شباب الناظور. إن شاء الله إحنا قادمون لحل الحزب، يعني إن شاء الله يدو، يعني عمرنا ما تحمل المسؤولية ولكن باغي نتحمل المسؤولية. ومن غنتحملوا إن شاء الله الانتخابات جاية إن شاء الله إلا كان النصيب ليها إن شاء الله غادي نتحملوا ويدينا نظيفة وإن شاء الله غيكون الخير إن شاء الله. هادشي اللي كنطلبوا. شيء من المجلس الجمهور هذا يعني مازال ما تسيبش الدور بقدر اللقاء ان شاء الله. يعني ان شاء الله الافكار ان شاء الله المفاهيم التي ستعوض بتسلم. بالنسبه الى الايهاب زاد باش نقترح تقديس دروس المغاربين لقد الايهاب المدنيه الاولى، يعني كتابه على حسب ما كيشغلو مازال على الدري على سبيل الدراسه ثمن الاساس الاستهلاك غادي تجي الى انتم تشربوا بالضبط. السلام عليكم. وهذا دليل بأنكم مهتمون بهذا الحزب وما لفت انتباهي هو العنصر النسوي الذي يشكل أغلبية الحاضرين، وهذا فعل جميل على الحزب، وأتمنى للمنخرطين وللمنتخبين التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله بالخير القرار بالدرج والانتخابات أمره إن شاء الله. إن شاء الله غادي نحطوا واحد اللائحة قوية إن شاء الله فيها العنصر النسوي وفيها يعني منظفة، غادي نحطوا إن شاء الله هذه اللائحة منظفة إن شاء الله وإن شاء الله كاين واحد المفاجأة. يوسف الداي منخرط وزق إن شاء الله تدريج المسيرة إن شاء الله موفقة إن شاء الله نفوس فوس مرة إن شاء الله. نسنا ويا مازال عاد نسنا ويا الطاس ديري غنغيش نتمنى إن شاء الله ديري ينفع الشباب إن شاء الله والمستقبل إن شاء الله صحيح إن شاء الله. أولاً ساكن ذي عبدالله تصدري النظر الشيخ سلمون أنمون السيوح ملايا يتوقع عنده النظر أي بوس بفوس التصميم الأولاد ذي عبد الشيخ دول الله الفقه رضي الله بسوا انت وكان قد مغلوب قال يا أولاد أنا في البيع قد مغلوب قاع ذاك يقلم النظر مش أنا أولاد يخبع التصميم يتوقع عنده النظر صاب النظام تيمتن في عمتن قل قسل قنشت باش السيول ما زما السيول واللي غي السيول قد كنت الخنشت سلام يا ابن يجمع سلام يا ابن يجمع سلام يا ابن يجمع سلام يا ابن يجمع و يموش المدير وش اسم الموت وش انتم تيمتن الشوارع تبقى واني احسن لي مش نحشى ديني واني احسن لي انت لا انت مش الحمد لله تخلقوز الغروب لا وزير سيدي تاع غير صغار مش ما عندهم عندي شنو الدار تو عندي شنو سمعت دار يقوميا عندي كسر حوايج بس اسمو زاجر دار غير طيب القضوة راني مخدم طلب صغير صغير ما تبغيش يكتبوا لنا الشخصية تكتب سكبتو معطي تبقى ديرو تبقى نطلع لن تطلع عيب وقت اكسيتك يوي الهار ونسى تشتر باش تشتر ونسى قال طيب النظر وما يشتر يشتر وشي تسيح منك ويشتر يتسيح منك صافي لأن مرة أخذ من النظر ويقوم يظهر كيف خصم دا صافي وهذا هو تعيش نشاء أولا أخذ اليوم سيخوية ونخص شركي السلام عليكم. بغينا نتحمل المسؤولية تاعنا إن شاء الله بغينا نتحمل المسؤولية
وين تحمل المسؤولية؟ تحمل وين تحمل المسؤولية إن شاء الله وغادي تحملوا. الاتحاد الكبار هذيا دخلنا وجبنا حسام شي ناس عندهم الصيت هنا في البلاد. إن شاء الله لازم تبدلوا العائلة الشمالية عند واحد اللائحة إن شاء الله. حنا كندرسوها وحنا إن شاء الله هذو الناس هذو وعدونا بأنهم غيشوفوا فرص الشغل الشباب. مشكلة الصحة في الناظور الحدود اللي تبدعت هذا بالنسبة فين غادي يمشي؟ غادي يمشي ويجيب الخبز ولادي. هذيك المسيرة هذيك المسيرة والله فين غادي يمشي؟ وهذيك الرجال اللي مخدمين فين غادي يمشي؟ فين هو الباب؟ مرحبا احنا مع القرار مع السيادة الوطنية مع سيدنا محمد السادس ولكن البديل لا بد من البديل. إذا ما كانش البديل راه كارثة الحوار أم أعينين. من هنا إن شاء الله تحنا غنتحملوا المسؤولية إذا جاب الله التيسير وطلعنا في نادي الله إن شاء الله على الكوفي وهو معنا واحد المناضل في البيت إن شاء الله بابا عبدو قال لي عم تعرف ابن المجاهد سي مجاهد بابا خذ شي كلام كنشكر الحضور نساء ورجالا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولكن تعليمات السلطات المحليه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار حيث احنا عايشين في واحد المجتمع منظم غادي نمشيو على احسن الاسس ديالو ان شاء الله. اللائحه غادي تكون ان شاء الله تقريبا مناسبه بنفس المطار غادي ندخل مقاطع قريبة إن شاء الله واللي عنده شي شكاية واللي عنده شي تردد مرحبا هادشي اللي بس والله كنت معاك شي كلمة سمعت تفضل 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 يوسف تفضل بالمناسبة ديال جديد ديال الحزب إن شاء الله. المهم ما عنديش شي توجيه ولا شي حاجة كنقول إن شاء الله كنتمنى التوفيق كنتمنى وتمشي الكوكب إن شاء الله وكنتمنى التوفيق هادشي اللي كنت على أساس كتب لكم السلامة يعني اتحاد المغرب للشغل يعني كنعطينا واحد القوة ان شاء الله كتساعدنا وان شاء الله نتمنى مازال تساعدنا ان شاء الله انتو هادشي اللي تحيات النظام المكتب اشهد هو الكاتب الاعلامي محمود كيميا نائب الاول محمود البوجي نائب الثاني وئام مسيحي الأمين المالي رشيد بونافوس نائب الأمين المالي أي حيدان المقرر إبراهيم تجاري نائب المقرر نعيمة أنوار المستشار عبد السلام بن عمة حكيم بونافوس جبال بوزر محمد أزبر أسماء النوري خاطري نيمون إلى ما يشتريش ما ونسلح لكم أنا بشبط قبل لك عمز ما أفضلتك أنصلا بعد ذلك